شيخ محمد عبد العليم. يلا شيخ محمد سورة القيامة. سادة المشاهدين احنا بننبه وبنقول احنا بنحفظ النهاردة سورة القيامة، ودي المرة الثالثة اللي احنا بنحفظ فيها وبنسمع فيها، نسمع مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وربما نستقبل اتصالات، لانه احنا ما نقدرش نخرج عن السورة اللي احنا بنتكلم فيها، علشان نبقى نقول النهاردة انتهينا من كذا، الناتج كذا، وصلنا معاكم الى نعرفنا من السورة دي كذا، المعلومات العامة كذا، شوية من الاحكام عن نفس السورة. اتفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة. إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لا تحيركم. مش عارف نقول مين الأحلى ومين الأوحش ومين الأحسن. لغاية دلوقتي ما لقيتش حد. يعني عايزين واحد كده نقول له أنت غلطان بتاع ولا ننقع عليكم يعني. مرحب بيكم. تو حاجه جميله جدا، بدايه من الشيخ عبد الله لغايه الشيخ محمد عبد العليم، واللي في النص الشيخ اسامه. حاجه راقيه جدا، وربنا يفتح عليك. اتفضل يا سيدي.